وللحديث عن ثورة تشرين معنا من عمان الدكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي العراقي. دكتور صباح، سلام الله عليكم. وعليكم السلام. دكتور صباح، في شهرها الثاني لا تزال ثورة تشرين بذات الزخم، لكن هنا كيف ترى إصرار المتظاهرين على مطالبهم المتمثلة بإسقاط النظام؟ حقيقة ما يحصل في داخل العملية السياسية بأقطابها التي اجتمعت قبل 4 أيام وأخرجت لنا بمذكرة بائسة لا تمت لمطالب المتظاهرين أو الشعب العراقي بصلة حقيقة، وإنما هي عبارة عن مخدر. كانوا يتصور القادة السياسيين اللي كانوا مجتمعين في بيت السيد عمار الحكيم حقيقة، كانوا يتصورون أن الوضع هو كما كان قبل أكثر من 11/2019، بإمكانهم أن يعملون عمليات ترقيعية وتخثيرية لفترة زمنية معينة حتى يتم القضاء على أي شكل من أشكال الاعتراض أو الاحتجاج أو غيره. ولكن أثبتت أن الانتفاضة الموجودة حاليا أعطت درسا قاسيا كبيرا ومرعبا لأقطاب العملية السياسية والقوى الحاكمة والمتحكمة في إدارة العراق، والتي فشلت على مدى 16 سنة ماضية، أنها لن تتوقف. هذا والدليل أن حالة الخوف وحاجز الخوف انتهى، رغم كل أشكال الأساليب التي تمارس في الظرف الحالي، في عملية منع الطلبة من عملية الخروج من المدارس أو الجامعات أو غيرها، تهديد للمعلمين وتهديد للنقابات والمجتمع المدني، كل هذا لا ينفع. بل هناك حالة إصرار ووعي عالي جدا لدى المتظاهرين والذين يعملون على مساعدتهم بشكل كبير جدا، يدلل على الاستمرار حتى تحقيق المطالب. طيب دكتور، أنت ذكرت بمناسبة يعني الوثيقة التي وقعت عليها أطراف متعددة من أقطاب العملية السياسية الحاليين في العراق موضوع مهلة 45 يوم، لماذا لم تقنع المتظاهرين؟ هل بسبب الشخوص أم بسبب أنها ربما كما ذكرتم قبل قليل أنها عملية تخدير للمتظاهرين السلميين في بغداد وبقية المحافظات؟ العملية عفوا، هناك تجارب سابقة يعني بتشكيل حكومة السيد المالكي سابقا بال2010 قال أريد 100 يوم كي أستطيع أن أثبت برنامجا حقيقيا في خدمة الشعب العراقي. وقضى 8 سنوات ولم يتمكن من العمل، بل بالعكس ازدادت الأزمات بشكل كبير وبشكل خانق. ولذلك نلاحظ أن هذه الاحتجاجات هي ليس فقط باتجاه حكومة السيد عادل عبد المهدي، وإنما حالة تراكمية أعطت إمكانية هذا الانفجار والولادة الرائعة للانتفاضة من رحم الطائفية والمحاصصة والفساد المالي والإداري في إدارة العراق. لذلك لا يتمكن السياسيون الموجودون في إدارة العراق من إصلاح أنفسهم. لا يمكن الفساد أن يصلح نفسه، هذا جانب مهم. وهناك إصرار عالي جدا من الانتفاضة والشعب العراقي، وجاءت اليوم أرى هناك مساندة كبيرة من كردستان إلى ساحة التحرير تؤكد تأييدهم للانتفاضة واستمرارها، وقوة زخم عالي جدا سنراه في الأيام القادمة، وقد تنتقل العدوى إلى كردستان بالضد من فساد حكومة كردستان أيضا المساهمة في الفساد العام في إدارة العراق. دكتور، بمناسبة الحديث عن العنف المفرط الذي لم تتوانى الحكومة عن قتل المتظاهرين العزل وطبعا بأبشع الطرق، هناك من ذهب على أن استخدام العنف المفرط ما هو إلا إفلاس من الحكومة
في إيجاد مخرج لأزماتها المتعددة، هل تتفق مع ذلك؟ بالتأكيد أن استخدام غير وهذا ينعكس بشكل واضح جدا على حالة التخبط في مسألة الإجراءات والترقيعية التي يتخذونها في مجلس النواب أو في الحكومة في مسألة إعداد قانون للانتخاب يفصلوا بشكل أو بآخر لبقائهم في السلطة، كذلك أيضا قانون الانتخاب، وكذلك أيضا الهيئة العامة للانتخابات وغيرها من القوانين الترقيعية التي يحاولون بها أن يخرجوا من حالة الخوف والرعب من قوة التظاهر والصمود العالي لهؤلاء الشباب حقيقة، وأكدوا هؤلاء في انتفاضتهم على وحدة العراق بالضد من كل أشكال الفساد في العملية السياسية في إدارة العراق حقيقة. دكتور، يعني أقطاب العملية السياسية قالوا منذ انطلاق ثورة تشرين، قالوا بأن موضوع هذه الثورة وهذه الانتفاضة سيذهب العراق إلى الفوضى، هناك من وصفها بأنها ستؤدي إلى طريق مظلم، لكن تعتقد هنا أن التراجع من قبل المتظاهرين عن ثورة تشرين وأهدافها سيذهب العراق إلى الهاوية؟ كلا، التضحيات الجسامة التي قدمها الشعب العراقي منذ 2003 ولغاية الآن هي التي أعطت الإمكانية في انتفاضة 1 تشرين أن تعمل على توحيد العراق وأن تضعه على السكة الحديد في مطالبهم، هذا جانب جوهري وأساسي، وإنما هم يحاولون تخويف حقيقة قواعدهم ومن يستند إليها في أن هناك حالة من الفوضى واحتمالات الحرب الأهلية وغير ذلك، ولذلك نلاحظ بدأ العالم يتفهم القضية العراقية بشكل أو بآخر من خلال المنظمات والدول التي تحاول الضغط على حكومة عادل عبد المهدي في إيقاف أي شكل من أشكال استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي. لا ننسى أن هناك قوى ثلاث تتمثل بالثورة في إيران، كذلك أيضا في لبنان وفي العراق، ثلاثة هم بالضد من نظام واحد مبني على الطائفية السياسية الكارثية حقيقة، وهو نظام إيران في طهران. من عمان الدكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم.